يقول عندنا السجود أربع أشياء. سجود في الصلاة هذا ركن صح، السجدة الأولى والسجدة الثانية. انتبه بعض الناس عندما يأتي عد الأركان يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، صحيح، الركوع، الاعتدال والرفع من الركوع، ثم السجود على أعضاء السبعة. أي سجود؟ سجدتين أركان، لو ترك سجدة بطلت الصلاة. تمام، هذا السجود إيش؟ ركن سجود الصلاة. عندنا سجود السهو وسجدة التلاوة وسجدة أو سجود الشكر. سجود الشكر يقول يكون عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. نعم الله لا تعد ولا تحصى، لكن قال النعم المتجددة. أما النعم، نعم والله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاستيقظ اليوم من نومه أو صلى الفجر يسجد للشكر، قال لا، لأن هذه من النعم الدائمة ولله الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا النعم لا يدفع عنا النقم يا رب. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاءه خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا، هذا تجدد نعم واندفاع النقم كذلك، مفهوم؟ نعم، يسجد لله شكرا، هذا سجود الشكر. نعم، الثاني سجود يقول التلاوة. سجود التلاوة مر بآية فيها سجدة يسجد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.